لا لا لا، الفشوش هذا وليتو كتفشو علينا انتم. واخا منى، طيب شنو الوصفه ديالك؟ عندي كيكه خامره. كيكه خامره؟ شنو نحتاجو؟ شنو نحتاجو؟ ثلاثه البيضات. ثلاثه ديال البيضات. غير في صوتك شي شويه منى باش نسمعوك مزيان. اختي عندنا خماره، عشق ونص ديال الخميره المعجونه، معلقه ونص ديال الخميره معجونه ياك؟ ديال الخبز. وعشق كبير ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال قشور الليمون، معلقه كبيره ديال قشور الليمون، وكاس زيت، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيده، وكاس ديال السنيده. كنخلطو هادشي كامل وكنزيدو الفور. بحال كيكه عاديه. هي كتخمر ربعه د السوايع. نخليوها من بعد ما نضيفوا الطحين وهذا، نخليوها تخمر ربعه ديال السوايع. كتجي واعره صراحه. نعم. شنو الاضافي فيها؟ يعني شنو اللي فيها في الشكل؟ هي فاش كتخمر، فاش كنديروا لها الخميره المعجونه، فاش كتخمر كتجي بحال شكل كرواصه. وكتجي من تمام بالنافع. بهذاك النافع. نعم، يعني كتجي بحال نفس الشكل او نفس الميسه ديال الشهده ياك؟ اييه. هي كتجي كتجي كلها كامله، ما كتجيش طريفات ولا كويورات، اللي كلها وحده حدا وحده ياك؟ نعم. طيب كنحيوك كثير منى، خليك معنا في الاستماع ان شاء الله، وجدي ورقه وستيلو بين ما خدينا.